بسم الله الرحمن الرحيم. معنا شرح النهاردة طريقة حذف حساب سامسونج من على الهاتف بدون عمل فورمات إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة. زي ما هنشوف دلوقتي ده عليه حساب سامسونج، ولما أجي أعمل حذف الحساب بيطلب مني الباسورد وأنا مش فاكر الباسورد. زي ما احنا شايفين أدخل أي باسورد عشان نتأكد، ولو حبيت أعمل برضو فورمات للتليفون مش هقدر، هيطلب مني الحساب زي ما هنشوف دلوقتي او هيطلب مني الباسورد بتاع الحساب. قلنا له ريزت فاكتوري داتا ريسيت ديليت اول، هيطلب مني الباسورد. طبعا انت في حالتك ما انتش فاكر الباسورد، هقول لك دلوقتي تعمل ايه ان شاء الله بطريقه بسيطه. تخش على المتجر تحمل التطبيق ده، او اسيب لك الرابط بتاعه اسفل الفيديو ان شاء الله، تضغط عليه وتثبته. التطبيق ده طبعا بيحتاج تسجيل حساب، هسيب لك فيديو تحت الفيديو ده ان شاء الله في الوصف ازاي تقدر تعمل حساب على التطبيق ده. بعد ما تعمل حساب عليه تيجي تضغط نيكست نيكست جيت ات، بعد كده تدخل يوزر نيم والباسورد اللي انت عملته، بعد كده تقول له نيكست وتفعل الخيارات زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا التطبيق ده بتحتاجه في حاجات تانية كتير، التطبيق ده مهم جدا. هتخش على اول خيار اللي هو اب مانجر، بعد كده تضغط على علامة السيرش وتكتب سامسونج اكونت، يظهر معاك الخيار ده، وتروح على خيار اكتيفيت الخيار التالت، وبعد كده تنزل تبحث عن الخيار اللي هتشوفه قدامك ده just one more step، تضغط عليه، بعد كده تضغط على open. كل اللي عليك دلوقتي تضغط على change email address، وبعد كده تقول له sign out. بكل بساطة كده انت خلصت وحذفت الحساب من على تليفونك. لو رجعنا تاني كده ورحنا على الاكونت هنلاقي هنا حساب جوجل بس الموجود، اما حساب سامسونج اتمسح، وهنا برضو سامسونج اكونت مش هنلاقي عليه حساب. ده كده كان شرح النهارده. متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. كان معاكم مجدي مندور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.